بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يصنع في النهار ضياؤها، ويغيب نور الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وامراه عبر الزمان ونورها لا تلوم، ما البدر في عليائه ما انتم زهرا، ما بدا نور من كوكبي، الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان انتم النبي. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وتنا اخوه الايمان والاسلام باسم الاسره الكريم عائله المرحوم الحاج منصور عبد المنصور المدير العام لجامعه الزقازيق باسم نفسه المستشار منصور، تتقدمون جميعا بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء، والى الاستاذ يوسف سلام عضو مجلس اداره نادي الشرقيه، والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله اسعافكم جميعا. وتلا اخوه الايمان والاسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد، فهيا بنا لنعود إلى القرآن. دستور الأمة خير الحديث وأطيبه، آيات الله بينات والتي يتلوها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي قبيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح الله، القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم فرغان مركز جرد بنك في محافظة الشرقية. يتفضل فضيلته مشكورا ليمنعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعضكم بعضا
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
Oh,
يا ولما يدخل
Thank you.
أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء إن الله
والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم. سمعنا بيان اليوم الهلال والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ أحد إذاعة التلفزيون العربي والمبين بديار بنيه في محافظة الشرقية. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى لأجل واجب العزاء وإلى قدر ومجلس النواب ونائب القلوب سيادة المحاسب خالد قشت قدر ومجلس النواب ونائب القلوب داعمة وإلى سيادة اللواء السيد حسان وإلى الأستاذ ياسر المسلمي وإلى عبد الحليم الحاج أحمد أبو رهاب وإلى كل من أتى لأجل واجب العزاء. أخذ المباشر الكبرى حاج عطية السيسي معروف إدارة الساحة الشعبية الهندسة الكهربائية أشرف أبو عامر ميدان الساحة الشعبية الإذاعة المتنقلة عبر المحافظات الحاج محمد الخوري المتنقلة العالمية عبر العالم عميد مصوري مصر ناصر صلاح. أما قمة الضيافة المميزة